يحدث مرض الشريان التاجي كما تعلمون عندما تتراكم اللويحات الدهنية في أماكن مختلفة في الجهاز الدوري التاجي. مثلاً، سأرسم بعض أجزاء من هذه اللويحات أجزاء لويحات التصلب العصيدي في أماكن متفرقة من الأوعية التاجية. سوف تؤدي هذه إلى الإصابة بمرض الشريان التاجي، وستؤدي هذه إلى أمراض مثل: الذبحة الصدرية المستقرة ومتلازمة الشريان التاجي الحادة ونحن لا نريد أن تصاب أجسادنا بمرض الشريان التاجي فهل هناك ما يمكننا فعله حيال هذا؟ في الواقع هناك بعض الأمور التي يمكننا القيام بها في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين أجريت دراسة عرفت باسم دراسة فرامنكام للقلب. كانت دراسة فرامنغهام للقلب دراسة ثورية جداً وقد أظهرت الدراسة أن هناك عوامل خطر لتطور مرض الشريان التاجي لماذا يعد ذلك أمراً ثورياً؟ لأن ذلك يعني أن ثمة أمراً ما يمكننا القيام به لتقليل حدوث مرض الشريان التاجي وهذا أمر جيد لأن مرض الشريان التاجي هو السبب الرئيسي لوفاة الرجال والنساء في مناطق كثيرة من العالم. ما هو عامل الخطر بالضبط؟ عامل الخطر هو شيء يجعلك عرضة لشيء آخر، فارتفاع ضغط الدم يعد عامل خطر لمرض الشريان التاجي، لأن كل هذا الجهد الذي يضعه ضغط الدم المرتفع على الأوعية سيجعلكم عرضة لحدوث مرض الشريان التاجي. اظهرت لنا دراسه فرامينغهام للقلب ان هناك نوعين رئيسيين من عوامل الخطر عوامل خطر قابله للتعديل وعوامل خطر غير قابله للتعديل هذا هام جدا في الواقع فهو يعني ان في وسعنا القيام بشيء ما يمكننا تعديل شيء ما في حياتنا للتقليل من خطر الاصابه بمرض الشريان التاجي لكن بالمقابل ثمة أمور غير قابلة للتعديل أيضًا، لذا فمهما فعلنا لا نستطيع تغيير هذه الأمور في حياتنا. من هنا دعونا نلقي نظرة على الأمور الرئيسية. ما الذي يعد مثالًا لعامل خطر غير قابل للتعديل؟ العمر هو عامل خطر، لأننا لا نستطيع بالفعل تغيير أعمارنا، لذا ففي مرض الشريان التاجي يكون الرجال الذين يبلغون من العمر 45 سنة أو أكثر ضمن الفئة الأعلى خطرًا للإصابة مقارنة بالرجال الأصغر سنًا من ذلك، وعند النساء التي تزيد أعمارهن عن 55 عامًا، وهذه الأرقام ليست حدًا فاصلًا، ولكن احتمالية الإصابة بالمرض تزداد نظرًا لمرور وقت كافٍ لتشكيل اللويحات التي يمكن أن تسبب المرض، لذا أود مجدداً أن أشدد على أن التصلب العصيدي هو العملية الرئيسية المسببة لمرض الشريان التاجي، فهي حالة مزمنة، وتتطور بمرور فترة طويلة من الزمن، لذا عندما يبلغ الرجال 45 عاماً والنساء 55 عاماً، يعد ذلك فترة زمنية جيدة لتراكم اللويحات. وهنا يبرز سؤال هام: وهو ما سبب الفارق الزمني الكبير بين النساء والرجال لقد قلنا أن الرجال عرضة للخطر بصورة أعلى بعد سن ال 45 عاما والنساء عرضة لخطر أعلى بعد سن ال 55 عاما إنها عشر سنوات لماذا الرجال عرضة لخطر أعلى؟ تعلمون أن الإجابة متعددة العوامل وهناك بعض الأسباب مثلاً يكون الكوليسترول الصحي لدى الرجال أقل مقارنةً بالنساء، كما يعتقد أن المستويات العليا من الأستروجين الموجودة لدى النساء تسهم في أن يتمتعن بوضع كوليسترول أفضل. السبب الآخر هو أن الدراسات تظهر أن النساء يستمعن إلى أطبائهن بصورة أكبر عندما يوصيهن الأطباء بإجراء تغيير في أسلوب حياتهن لذا قد تكون النسبة المنخفضة للإصابة بأمراض الأوعية القلبية نتيجة لذلك. ما هي الأمور الأخرى غير القابلة للتعديل؟ تاريخ عائلاتكم مثلاً. إذا كان أحد قريب من الدرجة الأولى مصابًا بمرض الشريان التاجي أو أي نوع آخر من الأمراض القلبية، فستكونون على الأرجح عرضة بصورة متزايدة لخطر الإصابة بأمراض القلب. والسبب في ذلك هو انكم تتشاركون بالكثير من العوامل الجينيه فالعوامل الوراثيه لها تاثير كبير على امراض القلب والشريان التاجي الامر الاخر غير القابل للتعديل هو العرق فبعض الاعراق المحدده عرضه بصوره غير مباشره للخطر بشكل اكبر فالذين ينحدرون من اصول افريقيه عرضه للاصابه بضغط الدم المرتفع بصورة أكبر من أولئك الذين ينحدرون من أصول غير إفريقية. ويعد ضغط الدم المرتفع عامل خطر فعلي للإصابة بأمراض الشريان التاجي، تلك هي عوامل الخطر الرئيسية غير القابلة للتعديل. لكن ما هي عوامل الخطر القابلة للتعديل؟ أقصد أننا نعرف أننا لا نريد أن نصاب بأمراض الشريان التاجي، فما الذي يمكننا القيام به حيال ذلك؟ ما الذي يمكننا القيام به بالضبط لمنعها، أو على الأقل تخفيض حدوثها أو تخفيض الإصابة بها؟ هناك كثير من الأمور التي يمكننا القيام بها، لن يحول أي منها تمامًا دون الإصابة بتصلب الشرايين أو التصلب العصيدي، لكن كما قلت سابقًا يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة. الأمور القابلة للتعديل: أولاً المستويات المرتفعة من الكوليسترول، ولا سيما الدهون منخفضة الكثافة، ورمزها LDL، أي الكوليسترول الضار. تعرفون أن جزءًا كبيرًا من التصلب العصيدي ناجم عن تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية المتضررة. بالتالي لو كانت الدهون منخفضة الكثافة كثيرة لديكم، سيتراكم الكثير منها على الأرجح على الجدران حيث هناك تلف، بالتالي المستويات العالية من كوليسترول LDL هي أحد عوامل الخطر الرئيسية القابلة للتعديل. العامل الثاني هو المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية أو الأحماض الدهنية الحرة، لأن المستويات المرتفعة من أنواع محددة من الدهون ترفع مستويات إنزيمات أخرى تزيد من تكوين اللويحات. وما أقصده بالمستويات المرتفعة هو مستويات LDL المرتفعة في الدم، ومستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية في الدم. عامل آخر هو ضغط الدم المرتفع، لأننا نعلم أن ضغط الدم المرتفع يضر جدران الأوعية الدموية بسبب الإجهاد المرتفع، حيث يصطدم الدم نوعاً ما في الأوعية الدموية بقوة كبيرة، بحيث يسبب تلفاً في الأوعية الدموية. عندئذ يدخل كوليسترول LDL ويبدأ بتشكيل اللويحات، لذلك يعد ضغط الدم المرتفع عامل خطر. الآن العامل الأهم على الأرجح هو التدخين، فقد اتضح أن التوقف عن التدخين هو أهم أمر يمكنكم القيام به لمنع الإصابة بأمراض الشريان التاجي ولمنع تكوين اللويحات، فعندما يدخن أحدكم سيجارة فإنه يتناول سمومًا تدخل هذه السموم إلى الدم، وتتلف جدران الأوعية الدموية مباشرة، وذلك قد يحدث في أي مكان في الجسم، لذا فإن التدخين وهذه المواد السامة ستضر الأوعية الدموية، وسوف تصابون بالتصلب العصيدي، لذا فإن التدخين هو عامل الخطر الأكبر. ما هو عامل الخطر الرئيسي الآخر؟ العامل الرئيسي الآخر هو السكري، أعتقد أن معظمنا يعرف أن السكري مرض ينجم عن زيادة السكر أو زيادة الجلوكوز الذي يسبح طافيًا في الدم، مسببًا فوضى مدمرة في أنظمة الأوعية الدموية المختلفة. وإحدى المشكلات التي يسببها السكري هي الإضرار بالأوعية الدموية، إذ أن جزيئات الجلوكوز الصغيرة التي تسبح بصورة غير منظمة في الدم تستقر على جوانب الأوعية الدموية وتجعلها صلبة فتتضرر. عملية تدعى الارتباط بالجلوكوزيل وتعرفون أن تلف الأوعية الدموية يجعلكم عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي ولتشكل اللويحات وهي عملية شبيهة بالعملية التي تقع بعد تلف الأوعية الدموية في مرض السكري هذه هي عوامل الخطر القابلة للتعديل لأن ثمة ما يمكننا القيام به بشأن السكر في الدم وهناك امور في وسعنا القيام بها حيال الكوليسترول الامر ذاته ينطبق على الدهون وضغط الدم والتدخين هذه هي عوامل الخطر القابله للتعديل لكن من حيث اسلوب الحياه ما الذي يمكنكم القيام به حيال اسلوب حياتكم اضافه الى هذه التغيرات في النظام الغذائي يمكنكم زياده النشاط الجسدي فممارسه مستوى معقول من النشاط الجسدي أسبوعيًا أو يوميًا يمكنه أن يقلل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي، فعندما تمارسون التمرينات الرياضية فإنكم تحسنون مستويات الجلوكوز في الدم، وتحسنون نسبة الكوليسترول، وتحرقون الكثير من الدهون، وتخفضون ضغط الدم، وبناءً على الإحصاءات، فلو كنت تمارس الرياضة فمن غير المحتمل أن تكون مدخنًا، بالتالي فإن إدخال ممارسة الرياضة في برنامجك الأسبوعي يخفّض كافة عوامل الخطر القابلة للتعديل المسببة لمرض الشريان التاجي، لذلك إذا كان أحدكم يعاني من السمنة أو كان النشاط الجسدي لأحدكم قليلًا، فستلعب كل تلك العوامل دورًا في زيادة المخاطر المحيطة بهذا الشخص. هكذا تكونون قد تعرفتم على عوامل الخطر غير القابله للتعديل وعوامل الخطر القابله للتعديل لكن هناك عاملا علي ان اخبركم عنه فمن المعروف ان احد اسباب حدوث متلازمه الشريان التاجي الحاده هو التصلب العصيدي لكن السبب الاخر للاصابه بمتلازمه الشريان التاجي الحاده هو تعاطي المخدرات وقد ذكرت هذا الامر لانه يتعلق بمرض الشريان التاجي ومتلازمة الشريان التاجي الحادة، فالمخدرات تؤدي إلى الإصابة بالتشنج الوعائي، وهذا يعني تضيق وانسداد الشرايين التاجية، مما يمنع الدم من المرور، وهو بذلك شبيه باللويحات، حيث أنه يقلل من تدفق الدم في الأوعية الدموية، وبالتالي يسبب متلازمة الشريان التاجي الحادة، وهكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس.